واتساب جايز، كنتمنى لكم تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم فيديو جديد وفلوغ جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشارك معكم كيفاش تنجمع اغراض السفر في الباك باك او الشنطه ديال الظهر. دونك اغلبيه تعرفوا باللي كتجمعين تستعمل هذه الشنطه ديال الظهر، وبزاف تيسولوني كيفاش تجمعي الاغراض ديالك كلها وكيتساعد فاش ما. دونك ان شاء الله في الفيديو غادي نوريكم شحال يعني كيفاش هتندي معايا لمده الا كنت مسافره لمده اسبوع، وكيفاش نجمع كلشي داخل وكيقضي. دونك هذه هذا الباك باك شنطه ديال 50 لتر، فيها جيب لتحت اللي هو ديال الشوز، كاين جيب الفوق هنا وكاين جيب الداخل، وفي الداخل كاين واحد جيب واحد اخر هنايا، ما عرفتش تشوفوا ولا كاين جيب هنايا وكاين جيب هنا على برا. اول حاجه بعدا غادي نوريكم شنو تندي معي الا كنت مسافره لمده 8 ايام واللي يتسع ليا في هذا الباك باك. دونك غدا ان شاء الله عندنا الطياره، غادي نبداو الرحله ديالنا لاستكشاف الهند، اللي اصلا داكشي على جيت الهند ماشي هادشي كله اللي جلست. دونك لمده 8 ايام هادشي اللي تندي معي. عندي هنايا اربعه ديال البانت، جوج جينز وجوجر وسروال عادي، عندي اربعه ديال التي شيرت، وعندي هذا بحال قميجه، عندي جوج كبابط، وعندي جوج كارديغانز حيت في الشمال قالك بارد بزاف. دونك غنمشيو نشوفو. عندي هنايا الفولاغ، عندي هادي لبسه هنديه، وعندي هادي عبايه ديال الصلاه. هاد العبايه سافرت لاكثر من 18 دوله لحد الان، بلا ما حسب المدن، فقط الدول. دونك صبرت معايا. عندي هنايا داك مستلزمات ديال سكين كير وداكشي ديال الحمام، دونك كنجمع كلشي في شنطه وحده من تخوصه وحده. وعندي شوز، دونك عندي واحد غادي نلبسو، عندي هنا زاده غير سبديله وحده وصنداله. دونك غادي نوريكم كيفاش هادشي كله غادي نديرو في قلب داك الشنطه هذيك. اول حاجه فكما قلت لكم الجيب الدخلاني تما كندير يو نو اندرويس، ملابس داخليه غادي نوريها لكم. من بعد غادي ناخذ الجينز البانس، طبعا في الحوايج خاصهم يكونوا طويلين هكذا باش يتساعوا، يعني خاص تلويهم كلهم باش كيتساعوا. يعني الا كنتي غادي لشي فندق ولا راه كلشي كيكون دابا عنده الحداده باش حيت كيتكمسوا نورمالمون. فين مشيتي كيمكن لك انك تحدد الحوايج، ماشي الاشكال هذاك. فاش توصل الفندق خصوصا اللي كنتي غادي تجلس فندق واحد مده هكا ديال 4 ايام، ولا من الاحسن تحيد الحوايج اللي بحال دابا لبسه هنديه ولا اللي غادي اللي كيتكرفصوا اللي كيتكمسوا دغيا، من الاحسن تحيدهم وتعلقهم فاش كتوصل الفندق. بقى ليا هاد جوج كبار، دونك كنت متوقع ان هذا يقدر ما يتساعليش. المهم غادي نحاول، في حال ما تساعليش غادي نحطو في الشنطه ديال راجلي حيت هو ما عندوش بزاف ديال الحوايج اوبسلي. دونك غادي نحط هذا ونشوف. كيما توقعت ما غاديش يتساعد ديك الكبوط، سو غادي نحطو مع ملابس ديال راجلي. تا باقي كلشي حطيته هنا، الملابس كلها حطيتها هنايا، الحوايج كلهم داخل كيتسدو عليه. دونك انا خدت سبرديله نديرها هنايا وغادي ندخلها بشي. وغادي ناخد هذاك داكشي ديال الحمام سكين كير سبوتري طوما. الا كانت عندكم شي حاجه ديال الزاج وكنتو غادي تديو هاد الشنطه في كاريون زعما تدخلوها معكم الطياره ماشي مشكل، ولكن الا كنتو غتسافروا هاد تشيكين خاص ضروري تحطو شنو عندكم. الا عندكم شي حاجه ديال الزاج بحال بارفان ولا شي حاجه في وسط الحوايج لداخل حيت تقدر تخلصي لكم. أم
والصنداله اللي بقات لي راه نديرها هنا في الجيب هذا الجيب البراني هذا اللي هنا غادي نحطها تما هاد الجيب اللي على برا باقي خاوي وباقي هذا خاوي انا نشوف اللي عندي شي حاجه ما نزيد بحال شارجور ولا ما كنتش غنديش عند واحد اخرى غادي نحطهم هنايا سينو غادي نهز الصندال اللي عندي هنا وغادي نحطها المهم فهاد غادي نخليها خاويه حتى نشوف شنو غادي نزيد وغادي نزيد هكا كتولي الشنطه واجده بزاف اللي غادي ينتقدوا هاد الفكره غادي يقول لك لا حق الظهر وما عرفت شنو هي هاد القضيه ديال الباك باك ستايل مور يعني اكثر ما انها فقط شنطه ديال زعما ديال كتهز الباكاج اللي كيستعملوها اللي كيهزوا هاد الشنطه تمشي بهم اللي غادي يفهموني دونك فريمون كنرتاحوا فيهم كنولفوهم بالنسبه فاش كيكون يعني الوجهه اللي كتكون غادي لها الا كان صيف تيكون صراحه كتكون خفيفه الا كان البرد تتكون شويه ثقيله بحال دابا فاش الشمال الهند قال لك شويه بارد دونك داكشي علاش عندي كورطات هنايا اللي زادوا تقلوا المهم الطريقه باش تهز كتلعب دور كبير باش ما يحرقكش ظهرك هاد السيطه اللي هنايا راه عندها ضوء يعني فاش كتهزها فوق ظهرك هاد السيطه خاصها تزيرها على كرشك باش كتهز بجناب ما تتهش بظهرك دونك باش ما تدعياش المهم كتبقى كلها وفاش يرتاح كلها وشنو تيعجبو بالنسبه لي انا هاد المره هادي انا نورمالمون هادي فاش نديها تنديها كيكاريون يعني كندخلها معايا الطياره فهاد الحاله هادي يعني فهاد الرحله هادي غادي نديها غادي نصيفطها يعني واخا نزيتها هكا غادي نصيفطها لانه عندي عندي البي سي وعندي الكاميرات باش كنصور دابا دونك خاصني شنطه واحده اخرى اللي نديها معايا فني تسالي داكشي ديال الكاميرا وما عنديش دابا الطياره اللي غادي فيها طياره صغيره ما عطيناش الحق الشنط بزاف يلا شنطه ديال 7 كيلو شنطه صغيره تدخلها معاك للطياره الطياره هنا غير في دوميستيك عندهم وزن محدد وعندهم سايزين محدد هذه ما غاديش يخليني ندخلها دونك غادي نصيفطها في تشيكن هادشي ما كان دونك كنتمنى يكون عجبكم الفلوغ تسناو الفلوغ الجاي ان شاء الله غادي تكون مليئه بمغامرات ومفاجات غادي نبداو في رحله استكشاف اللي كنت كنحلم بها من شحال نتوقع اني نعيش المغامره ونستافد من هذه التجربه الجديده ونشارك معكم وتستافدوا حتى نتوما دونك الى عجبكم الفيديو والمحتوى ديال الفيديو ديالي ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس باش هكا الى حطيت فيديو يوصلكم الى اللقاء